نكتة بورتوريكو تواصل إثارة الجدل في الولايات المتحدة. الديمقراطيون والجمهوريون يتقاذفان الاتهامات بالعنصرية. وفي بنسلفانيا الحاسمة ترامب يدلي بتصريحات ويقول إن انتخابات الولاية تشهد عمليات تزوير. هذا سباق القمة وأنا دينا فياض، أهلا بكم. Probably be the most important vote you ever cast. We've set an all-time record in the early voting, by the way, so... Only garbage I see floating out there is his supporters. أهلا بكم، أنتقل الآن إلى واشنطن وهذه التغطية والنافذة الخاصة من البيت الأبيض مع الزميلة زينة يازجي. أهلا بك معنا زينة وبالزملاء، سنتابع معك من واشنطن الأجواء والاستعدادات بشكل تفصيلي لليوم الكبير. أهلا بك يا دينا، شكرا طبعا لمتابعتكم. بالطبع هو اليوم الكبير وكلنا مستعدون ونستعد لملاقاة هذا اليوم بكامل الاستعدادات الصحفية والشخصية وغيرها. طبعا أنا اليوم أجلس في الحديقة، حديقة البيت الأبيض. هذا البيت الأبيض ورائي وكل الأعين عليه، الذي سوف يتغير ساكنه قريبا، يعني بعد شهرين ونصف إذا ما خرجت النتيجة بعد 5 نوفمبر، ولنعرف من سيكون الساكن الجديد. هل هو الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري، أم هي كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالية المرشحة الديمقراطية؟ طبعا 6 أيام حتى هذا اليوم الحاسم من مشوار الانتخابات الذي تابعناه معكم قبل 6 أشهر من الآن، وتابعنا كذلك جولات هاريس وترامب التي تتكثف بطبيعة الحال في الأيام الأخيرة من عمر الانتخابات. كلاهما يحضران في نورث كارولينا اليوم في حدثين منفصلين بطبيعة الحال لمخاطبة الناخبين في هذه الولاية المتأرجحة. نورث كارولينا لديها 16 صوت في المجمع الانتخابي. ترامب سيغادرها إلى ويسكونسن لعقد تجمع آخر. أما مسار هاريس فسيكون على الشكل التالي: بنسلفانيا ثم نورث كارولينا، لتكون هي الأخرى في ويسكونسن في نهاية جولتها اليومية. يحدث هذا في وقت يواصل فيه الأمريكيون الاقتراع مبكراً في معظم الولايات سواء حضورياً أو عبر البريد. صوت حتى الآن أكثر من 54 مليون ناخب من أصل 60 مليون حصلوا على بطاقات اقتراع. ووفق التقارير يصوت الديمقراطيون بكثافة أكثر من الجمهوريين في كل من بنسلفانيا، في ميشيغان وفي أيضاً ويسكونسن. في حين تزيد أعداد الجمهوريين في نورث كارولينا، في نيفادا وفي أريزونا. يومان ومئتا ميل ورؤيتان، تلك أبعاد فصلت مرافعة ترامب الختامية عن مرافعة هاريس. ترامب ألقاها في نيويورك بينما اختارت نائبة الرئيس واشنطن مكانا لمخاطبة أكثر من 75,000 حضروا الخطاب. حدثتهم هاريس عن الاقتصاد، عن الصحة الإنجابية، وعن رؤية جديدة وقيادة مختلفة للبلاد. باختصار، هاريس قدمت الكثير من الوعود لدفع المترددين للتصويت في السباق الأكثر تقارباً على الإطلاق. إليكم الآن بعض ما وعدت به هاريس هناك. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom nationwide as President of the United States, I will proudly sign it into law. And I will stand with our friends because I know that our alliances keep American people safe and make
America stronger and more secure. Each of you has the power to turn the page and start writing the next chapter in the most extraordinary story ever told. أما بالنسبة لترامب، وعلى الرغم من كل الإشكالات التي لحقت وتلاحق الحدث المرتبط بمرافعته الختامية وما ألقي فيها من نكتات تتوالى تداعياتها حتى هذه اللحظة، فالرئيس السابق استثمر المناسبة طبعا ليروج هو الآخر لما لديه من برامج من رؤى تركز أولا على الاقتصاد، فهو كما قال سيعيد الحلم الأمريكي إلى سابق عهده. هذا ترامب. I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. And I will bring back the American dream. We need the American dream to come back home. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. And I'm announcing a new policy today that I will support a tax credit for family caregivers who take care of a parent or a loved one. It's about time that they were recognized, right? في مرافعتها النهائية ذكرت 24 مرة في هذه المرافعة النهائية، بينما ذكرها ترامب مرات أكثر من أن تحصى وتقال. هذا حال خطابات مهمتها الأساسية تقديم الوعود، مهمتها الأساسية بالطبع أيضا استمالة الناخبين، لكن كان هناك وقت فيها لتبادل الاتهامات والإهانات. لنستمع لهذه المقتطفات إن كان من هاريس أو ترامب. America, we know what Donald Trump has in mind. More chaos, more division. Kamala, you're fired. Get out, get out. You're fired. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. Kamala's gross incompetence disqualifies her from being president of the United States of America. She is grossly incompetent. Donald Trump intends to use the United States military against American citizens who simply disagree with him. Everyone knows it. No one respects her. No one trusts her. No one takes her seriously. Everyone knows she is a very low IQ individual. الكثير من الاتهامات، وهذا هو فعلا الخطاب السائد هنا، الكثير من الاستقطاب حول هذه الرؤيتين المختلفتين المتناقضتين ربما في كل شيء. ليتها ما كانت وليته لم يقلها. هذا بعض ما يجول في بال كثيرين في حملة ترامب بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها نكتة بورتوريكو وتشبيهها بكومة من القمامة كما ورد في تجمع ترامب بنيويورك. لكن يبدو أن القدر رأف بحال المرشح الجمهوري قليلاً. تصريح صغير من الرئيس الحالي جو بايدن تعليقا على ما حدث قلب الموازين وتحول ترامب فجأة من مدافع إلى مهاجم. لنستمع إلى الرئيس. And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. كطوق النجاة تلقف الجمهوريون هذه التصريحات من بايدن. هل هي مقصودة أم زلت لسان؟ لا يهم. المهم أنها خرجت من فم الرئيس الحالي الديمقراطي وكفى. وجاء وقعها مدويا في معظم الأوساط. ها هو السيناتور الجمهوري ماركو روبينو يبلغ ترامب شخصيا بما قاله بايدن، وذلك خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا
لنشاهد ما حدث هناك. I wasn't going to say anything, but I have breaking news for you, Mr. President. You may not have heard this. Just moments ago, Joe Biden stated that our supporters are garbage. Are garbage. He's talking about the Border Patrol. He's talking about nurses. He's talking about teachers. He's talking about everyday Americans who love their country and want to dream big again and support you, Mr. President. سريعا ذكر ترامب جمهوره بما حدث في انتخابات عام 2016 عندما وصفت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أنصاره بأشخاص يرثى لهم، وطالها ما طال وقتها من انتقادات، واعتبر أن وصف بايدن هذه المرة أسوأ بكثير. لنستمع لما قالته هيلاري كلينتون قبل 8 سنوات يذكر به اليوم ترامب. We are living in a volatile political environment. You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. ولأن رد فعل الجمهوريين حيال تصريحات الرئيس الأمريكي كانت حادة وواسعة النطاق بعض الشيء، اتهموه بمهاجمتهم ووصفهم بما لا يليق. اضطر الرئيس الأمريكي للتغريد بأنه لا يقصدهم بوصف القمامة بقدر ما يقصد خطاب ترامب الذي اتهم اللاتينيين بما لا يتناسب مع تاريخهم ووجودهم في الولايات المتحدة كما جاء في تغريدته. لكنها تبريرات على ما يبدو لم تقنع الجمهوريين الذين وسعوا نطاق هجومهم على الديمقراطيين ليشمل هذا الهجوم الرئيس بايدن نفسه. بكل الأحوال يبدو أن تجمع نيويورك بات عبئا على حملة ترامب كما تقول أكسيوس، وردود الفعل أخذت مساحة أكبر مما كان متوقعا حتى من الديمقراطيين أنفسهم. فحملة الرئيس السابق تحاول حتى الآن لملمة التداعيات، وها هو ترامب يخرج في مقابلة ليؤكد أنه لا يعرف أصلا الممثل الكوميدي الذي ألقى نكتة بورتوريكو في تجمعه الانتخابي. What they've done is taken somebody that has nothing to do with the party, has nothing to do with us, said something, and they try and make a big deal. But I don't know who it is. I don't even know who put him in. And I can't imagine it's a big deal. إذن كل هذه التطورات، كل هذا المشهد، كل هذه الانتقادات، وبطبيعة الحال لابد أن أضع كل هذه الأمور هنا إلى جانبي اليوم وكل يوم. أيضا أهلا بك، هذه هبة نصر مديرة مكتب الشرق هنا في واشنطن، نتحدث عن كل هذه الأخبار التي أوردناها إليكم. نبدأ أولا يا هبة بهذه التصريحات، طبعا الخبر اللي كنا هلأ الآن ننقله للمشاهدين، نكتة من كوميدي في تجمع لترامب كانت يعني ضربة مهمة بالنسبة ضده، ضد ترامب، تحولت بسبب تصريح لبايدن لضربة من قبل ترامب مضادة، وكأنه بايدن ورطهم، ورط الديمقراطيين مجددا، يعني حظه لبايدن مع الديمقراطيين ولا حظهم معه. هلا كمالة، اول شيء زينة اهلا وسهلا فيك بواشنطن، نحن رحبنا امبارح بس لانه نحن بقلب الوايت هاوس اليوم. هيدا ترحيب رسمي، ترحيب رسمي رئاسي. اليوم ترحيب رئاسي، وصلتي قبل هارس وقبل ترامب على الوايت هاوس يعني. طبعا ما حدا رح يودع بايدن غيرك. ما حدا يودعه غيرك. فالفكره انه كمالة هارس نأت بنفسها، وهي مثل ما لاحظنا بلشنا من امبارح تقريبا تاخذ هيدا الخط اللي تشرح فيه انه هي منفصله او الى هي مقاربتها مختلفة عن بايدن. لكن بالعودة إلى تصريحه اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن ما كان يقصده الرئيس الأمريكي هو الريتوريك، الخطاب اللي صار في حملة نيويورك، في حملة نيويورك صحيح، من قبل يعني كل الريتوريك مش بس البورتوريكو. يعني يقولوا أنه اللغة اللي استعملوها ترامب وأنصاره هي اللغة
يبقى حسب بقاعده قمامك وليس الانصار وليس بس الأنصار. واضح انه الجمهوريه ما راح يقتنعوا هي بس هي ما حدا راح يقتنع يعني ترامب عم بيقول انه هو لا يعرف الكوميدي وطبعا الديمقراطيون هاريس تنأى بنفسها وهم يبررون ما قاله بايدن وبالتالي هي فقط اننا نحن على مسافه 6 أيام من الانتخابات كل صوت يعني يفرق وكنا تحدثنا زينة انه في 5% مثلا undecided في 2% كل واحد عم بيحاول يخدهم من الثاني لحتى صحيح. يصنع الفارق بهذه طيب. الانتخابات هي بيور مات بيور أيه. حساب الآن في ولايات 7 هي التي ستحدد من سيمشي على هذه الطريق ويدخل من هذا الباب يوم يعني مش يوم الخامس يوم 20 يناير طبعا الانتخابات بتصير بخامس ما بنعرف إذا رح تطلع نتائج كمان وما رح نعرف فعلا يعني في سيناريوهات كتير أكيد رح نحكي عليها أكثر معك هبة هبة الخطاب هاريس والنقطة اللي هلأ حضرتك ذكرتيها فكرة أنه هي دائما كانت مرتبطة ببايدن يعني إرث بايدن بإيجابياته وسلبياته هي تحمله وفكرة أنه هي تفصل حالة عن بايدن كانت واضحة امبارح بالخطاب حتى واضحة اليوم كما ذكرتي بأنه طلعت قالت ما يقوله الرئيس بايدن عن المناصرين بمعنى لا يمثلني أنا أحترم الجميع إذا كانوا رح يصوتوا لي أو لا كم هي اليوم فعلا قضية تقف بوجهها ارتباطها ببايدن وبأي مواضيع بالضبط الحدود مثلا الهجرة أي مواضيع ثقيلة من إرث بايدن على هاريس زينة يعني أنت وضعت مثل ما بيقولوا الإيد على الجرح لأنه فعلا هي كانت في مكان مثل المربطة لأنها هي كانت نائبة الرئيس بالأمس قاربت هذه المسألة بطريقة جدا واضحة قالت بالخطاب أنه أنا I was very proud كنت كتير فخورة جدا أني خدمت مع الرئيس الأمريكي كنائبة لإله لكن أنا سأجلب إلى البيت الأبيض تجربتي الخاصة أيضا لأن الظروف مختلفة قالت هيدا ورق الخريف عنا هيدا خريف واشنطن خريف واشنطن يس فهي قالت أنه أنا سأجلب تجربتي لأنه نحن لما وصلنا على البيت الأبيض تجربة كانت جدا مختلفة بال 2020 لما وصلنا كان نحن ما ننقذ البلاد من البانديميك مما بعد البانديميك واللي صار بسبب كورونا كان عنا هيدي الأولوية الآن الأولويات مختلفة أفهم وإنقاذ الاقتصاد الآن أفهم أنه الأسعار بعدها مرتفعة والتضخم وهذا ما سأعمل عليه وقالت أنها ستجلب تجربتها المختلفة مهم كان خطاب جدا يعني مهم كثيرون أجمعوا أنهم رأوا هاريس بريزيدنشل شو سر يعني هل هي يعني الأدرينالين قبل نهاية بالشوط الأخير في حدا تغير من الكتاب هاي هي السبيتش رايتر فور شور إنه في لعب للسبيتش رايتر يجب أن نعرف لاحقا بالطبع لن يكشف كل شيء قبل صح. لكن هي ليك كمان زينة يعني 6 أيام على الانتخابات عليها أن تقول كل شيء خلص يا بخدا يا ما بخدا يعني عليها أن تتحرر من كثير من الأشياء صحيح. وبالأمس قدمت هذا الخطاب لبريزيدنشل مثل ما وصفتي حتى أنا كنت عم طلع أنه واو ليش ما قالت هالشي من الأول ولكن أحيان بيقول خلاص قلت كل شيء هلأ هاي فرصتي الأخيرة يجب أن أقول هيدا الرئيس وقف هون بعت الناس على الكابيتول أنا عم أوقف هون جابت العبارة من ورقة الدولار الأمريكي للمشاهدين اللي بيحبوا out of money هي بالإنجليش هي pluribus يونوم معناتها انه نحن نيشن هي قديش هي دايفيرس هيدي النيشن هيدي الامي بتصير امي واحده يعني 50 ولايه مع العاصمه واشنطن ترجع قال هي ترامب لم يفهم معناها تحدثت عن فكره الولايات المتحده تحدثت عن انها يعني عن كل شيء حتى بالسياسي وقالت انه قبل تقريبا قرنين وخمسة عقود ما يعني اجتمعوا ليدافعوا عن الحرية وعلى مر الأجيال الأمريكيون preserved هيدي الفريدوم واكسبندد وما منا نرجع لورا تحدثت عن الأبورشن تحدثت عن التحالفات الدولية تحدثت عن الاقتصاد قالت انه هو رح يدخل مع list of enemies إلى البيت الأبيض لما تحكى عن الانميز رائحة من الأعداء أنا سأدخل مع to do list يعني 1 2 3 بدي اعمل 1 2 3 لائحة مهام هذا ما قالته هاريس الان بالطبع هذه بالنتيجة مثل ما ذكرتي خطاب وعود وخطابات بس نحن عم نحلله على مستوى الخطاب على مستوى الخطاب لانه كان عالي قبل لازم يعني اليوم قاعدين والبيت الابيض ورائنا وهو في خريف عمر بايدن خريف عمر لكن ليس خريف الولاية لبايدن
لا يمكن إلا أنه نكسب هذه اللحظات الأخيرة هبة ونحكي عن إرث بايدن، ما له وما عليه. بايدن خدم ولاية واحدة، قليلين الرؤساء اللي لم ينجحوا في ولاية ثانية. عادة الناخب يكرر التجربة وبيكون اللي قاعد جوا البيت الأبيض حظوظه أفضل. كيف فينا اليوم هيك نعمل ملخص جردة حساب لبايدن؟ بس بدي جاوبك على سؤالك، لأنك بس سألتيني عن الملفات الثقيلة اللي كان ممكن تكون هاريس مختلفة عن بايدن فيهم. على فكرة ملف الشرق الأوسط هي تجد نفسها مقيدة، قد لا تكون رحلة وردية لنتنياهو أن يكون معها، بينما وهنا سأنتقل إلى إرث الرئيس الأمريكي، سنذكره بالكثير، هناك إنجازات يجب أن نفهم ذلك، لكن أيضا سنذكره أنه أول رئيس أمريكي قال أنه صهيوني، هذه لم يقولها أي رئيس، هنا ربط الموضوع. لكن بالعودة للرؤساء الذين خدموا ولاية واحدة، يعني ما فينا إلا ما نذكر بجونسون واللي أثرت عليه حرب فيتنام كمان، هيدي جدا مهمة أنه نذكرها، لأنه هو كمان عم بفحل من حرب الشرق الأوسط. لكن بايدن مش حرب الشرق الأوسط، ما أثر على بايدن هو السن، يعني هني قربوا الديبيت مع ترامب خريف آخر، قربوا المناظرة مع ترامب الديمقراطيين زينة، وكان مثل تيست. لا بالتأكيد ستتذكر الأجيال القادمة من سيكتب عن هذه المرحلة. أنت كل مرة بتقولي لي اياها، وأنا من كتر ما مهمة هذه الفكرة معلش بدي أرجع أولى للمشاهدين. هناك اعتقاد الآن بأن فكرة تقديم المناظرة هي تمت المناظرة بين بايدن وترامب، المناظرة اللي أخرجت بايدن من هذا السباق في وقت مبكر قياسيا، يعني بكل الانتخابات الأمريكية لم تجري هذه المناظرة في هذا الوقت، مبكرة جدا، وبعدها كشف بأن بايدن فعلا يعني يعاني من آثار السن، وتم تحريك الآلة الديمقراطية لاستبداله وإخراجه. حتى الآلة الإعلامية يعني كانت التي أن وغيرها كانت يعني سباقة في انتقاده بعد تلك المناظرة. طيب يعني أنت برأيك عدو الأول لبايدن كان السن؟ بالتأكيد كان السن. فشل الأكبر بالشرق الأوسط، الفشل الأكبر سيحمله بالشرق الأوسط، لكن علينا زينة أن نأخذ بعين الاعتبار للمشاهدين بالشرق الأوسط، لأنه بيتعاملوا مع الموضوع، أتفهم تماما من منطلق القانون الدولي، لكن أحيانا من منطلق عاطفي. علينا أن نفهم علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل، هم حلفاء، ما الذي كنا نتوقعه؟ بالطبع كان الموضوع ليختلف. مثلا جيمس بيكر الجميع يذكره عندما قال بالكونغرس أنه كان في مأخذ عليه بطريقة التعامل مع إسرائيل، قال لهم إنه العرب متجاوبون دائما، هناك رقم تليفون إذا كانوا هم عاتبون علينا بموضوع معين، ذكر رقم تليفون، رقم هاتف البيت الأبيض زينة في الكونغرس. لم تكن هناك شخصية، لكن بالعودة إلى هذا الموضوع التحالف كان قوي جدا. لكن علينا أن يمكن أنا ما عم بسمعهم بكنترول بدبي، آسفة كتير، بس قديش عنا وقت؟ أوكي يلا أسفة هبة، معك 5 دقائق، هاي معنا وقت معنا وقت، خلاص قاعدين بالبيت الأبيض وبدنا نحكي لبايدن، خلينا لكن نرجع نحط الملفات بشكل أوضح. هو يعني بايدن 50 سنة بالخدمة العامة، كان سيناتور، تميز يعني بهذا التأييد الكبير لإسرائيل يعني استلامه العديد من الملفات. علاقة نتنياهو به كمان كانت حتى بأيام أوباما لم تكن علاقة خاصة وشخصية، لكن تعامل أوباما مع نتنياهو مع الديمقراطيين كان فيها تحدي من أيام أوباما. لكن بالعودة لهذه الولاية الرئاسية زينة، بهاي الولاية الرئاسية ما فيك تاخدي من هيدا الرئيس أنه عمل إنجازات اقتصادية بعد الوباء، ما فينا ناخد من هيدا الرئيس أنه قدر يحشد أوروبا خلفه بعد أوكرانيا. يعني نحن بتعرف الاستخبارات الأمريكية وما أخذ عليها بعد حرب العراق، بأنه الجميع يذكر أنه كانت قدمت معلومات مغلوطة. هذه المرة ذهبوا إلى اليونايتد نيشن وتحدثوا أنهم يحاولون تجنيب حرب. الآن يقول ترامب أنه لو كان هو في البيت الأبيض لما كان ذلك حصل. debatable لا أعرف، لكن لا يمكن الحسم بها، لا يمكن الحسم بها بالطبع. لكن أيضا لا يمكن إلا أن نتذكر
تجربة الديمقراطيين مع بوتين يقال أنه أيضا في موضوع سوريا وفي موضوع صحيح. أوكرانيا سابقا مع أوباما. هذا الرجل أيضا صقلته المأساة وخسر ابنته وزوجته سابقا ثم خسر ابنه وهو تقدم على يعني ترشح للرئاسة سابقا ولم يوفق. يعني هو إجا إنقاذ للديمقراطيين ووصل إلى هنا. الآن يغادر مرغما إلى حد ما، حتى يعني رقبناه أنه أنت وزميلنا كريم كان وقت اللي صوت بديلاوير كيف كان واقف بالصف. أيه. المنظر يعني أكيد في شيء كان سنتيمنتال، كان في شوية انكسار، لكن كمان أيضا في القانون واقف بالصف عم بيأدي وعم بيقدم هالشيء. الآن زينا نحن على مسافة أيام مثل ما قلنا، يا رح يكون ستة أيام يا رح يكون عندنا رئيس غير إن امرأة من المؤسسة بالولايات المتحدة، يا رح يكون إن رئيس من خارج المؤسسة. وهيك بتذكير بسيط وقت اللي كنت عم بحضر ترامب، أنا لارا ترامب بتقول كلهم كانوا ضدنا، نحن حركة والحركة هيدي ضد المؤسسة، قالت ضد المؤسسة. يعني نحن لا نتحدث جمهورية. خلينا نحكي أكثر، هيدا جدا مهم مهم هبة. أختم مع هذه الملاحظة من هبة. إذا نحن بانتظار من سيكون بعد ستة أيام كما ذكرنا، هل هي على كل الأحوال نحن أمام وجهين من خارج التقليد، يعني فيهم فيها سابقة، يعني ترامب خارج المؤسسة كما ذكرتي، وهاريس هي أول امرأة، ليس فقط أول امرأة قد تكون رئيسة، هي أول امرأة من أصول أفريقية، من أصول هندية، من أصول آسيوية. أنا أشكرك يا هبة دائما على هذه المتابعات وكل التحاليل، وأعود إليكم في دبي. دينا إليك عبر المحيط. شكرا جزيلا لك زينة وهبة، بالتأكيد يعطيكم ألف عافية، وسنتابع في تفاصيل قصة البورتوريكيين في الولايات المتحدة والتي تأخذنا بطبيعة الحال إلى أقرانهم الذين يعيشون في بورتوريكو وغيرها من الأقاليم التي ترفع العلم الأمريكي، وهؤلاء بالطبع يحملون الجواز الأمريكي لكن لا يحق لهم التصويت، حتى أنهم باتوا محل تشكيك بنظر الجمهوريين الذين يتهمون الديمقراطيين باستخدام أساليب ملتوية لاستخدام أصواتهم في السباق الانتخابي عبر غض النظر عن دخولهم إلى الأراضي الأمريكية للإقامة ومن ثم التصويت. نتابع. أراض أمريكية ترفع العلم الأمريكي، فيها ملايين المواطنين الذين يحملون جواز هذا البلد ويلتزمون بما عليهم من حقوق وواجبات، لكنهم محرومون من التصويت. هم الأمريكيون من السكان الأصليين الموزعين في جزر وأقاليم سيطرت عليها الولايات المتحدة بعد الحرب الأمريكية الإسبانية في نهاية القرن التاسع عشر. عددها خمس مناطق: بورتوريكو، غوام، جزر ماريانا الشمالية، ساموا، وجزر فيرجن الأمريكية، ومعها كذلك جزر صغيرة نائية تتوزع كلها بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. أما تعداد سكانها مجتمعة فيصل إلى 4 ملايين نسمة بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، 3 ملايين في بورتوريكو وحدها. كثير منهم يعتبر نفسه أمريكياً من الدرجة الثانية، فهم يخدمون في الجيش الأمريكي ويدفعون الضرائب بالكامل، لدرجة أن الخزينة الأمريكية تستقبل منهم نحو 4 مليارات دولار سنوياً. لكنهم لا ينتخبون رئيس، لا مندوبين لهم في المجمع الانتخابي، ليس لديهم ممثلون أصلاً في مجلس الشيوخ، وفي مجلس النواب مندوبهم لا يصوتون. تاريخياً يعود حرمان هذه الأقاليم من حق التصويت إلى مجموعة قرارات قضائية صدرت بداية القرن العشرين، وهي حقبة سددها عنصرية تجاه أقليات عرقية عدة. وقتها استند هذا الحرمان القانوني إلى حجة دستورية تقول إن الدستور الأمريكي لا يطبق بالضرورة على كل أراض تخضع للولايات المتحدة ويرفع فيها العلم الأمريكي. سباق القمة مستمر مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير وبعده تتابعون. ترامب وهاريس متعادلان في بنسلفانيا، وترامب متخوف من حدوث عمليات تزوير في الولايات المترشحة.
أهلا بكم من جديد. سنتحدث الآن عن بنسلفانيا، نغيب ويغيب عنها المرشحين قليلا ثم يعودان إليها، فهي حجر الزاوية في هذه الانتخابات وأكثر الولايات صعوبة للفوز بالنسبة لهاريس ولترامب، لأن الفوز غايتهما ولا شيء سواه. ها هو الرئيس الأمريكي السابق في آخر تجمعاته الانتخابية في هذه الولاية يدلي بتصريحاته عن تزوير يحدث في التصويت المبكر الذي تستمر مجرياته هناك. لنستمع لما قاله ترامب. We've set an all-time record in the early voting, by the way, so if you have a mail-in ballot, get that damn ballot in, please, immediately, because they've already started cheating in Lancaster. They've cheated. We caught them with 2,600 votes. Now we caught them cold, 2,600 votes. Think of this. القصة كما يلي باختصار. الرئيس الأمريكي السابق يشكك بحدوث تزوير في مقاطعتي يورك ولانكستر بولاية بنسلفانيا المترشحة، وضمن منشور على منصته كتب ترامب إن آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد وصلت من جهات مجهولة وتصوت لصالح الديمقراطيين وتم احتسابها من دون التحقق منها. طبعا المسؤولون في بنسلفانيا وعلى رأسهم الحاكم جوش شابيرو أنكروا هذه الاتهامات أو اتهامات ترامب وطمأنوا الناخبين وأكدوا حرصهم على نزاهة وشفافية التصويت. شابيرو الديمقراطي توجه وقال إن ترامب يريد بذلك إثارة الفوضى في هذا الاستحقاق الانتخابي، لكن التقارير تفيد أيضا بأن الرئيس السابق واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يضعان الأساس للطعن في نتائج التصويت إذا خسر ترامب في ولاية بنسلفانيا، ما يعني تأخير التصديق على النتائج هناك. إلا أن تصريحات ترامب تتزامن مع إعلان مسؤولي إنفاذ القانون والانتخابات في مقاطعة لانكستر بأنهم حددوا حوادث تزوير مشتبه بها في تسجيل الناخبين، وتشمل الحوادث تسجيل طلبات بخط يد مكرر وعناوين غير دقيقة أو لا يمكن التحقق منها. وقال المسؤولون أيضا أن عدد الحوادث المسجلة تجاوزت حتى الآن 2500 استمارة للناخبين. في هذا السياق أيضا يبدو أن معركة محتدمة تنتظر ترامب وهاريس في بنسلفانيا، خاصة وأن استطلاع سي بي أس نيوز يشير إلى تعادلهما هناك. ففي أحدث استطلاع لهذه الشبكة حصل كل من هاريس وترامب على 49% من آراء المستطلعين، ما يعني أن حسم الولاية سيكون مهمة صعبة على كليهما في هذا السباق الانتخابي. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا من واشنطن دكتور وليد فارس خبير السياسات الأمريكية. أهلا بك معنا دكتور. أبدأ معك بالحديث عن نبدأ بالحديث عن هذه الاتهامات التي خرج بها ترامب وعدد من الجمهوريين، كيف ننظر إليها الآن؟ كيف نصفها؟ وما السبب وراءها حقيقة؟ أولا بالمقارنة هنالك فارق كبير بين انتخابات 2020 التي كانت فوضوية، وكان هنالك في بالطبع هذه المظاهرات خلال الصيف الذي سبق ذلك، وبالطبع كان هنالك الكوفيد عدو الكل. وما شكل فارق نوعي مع انتخابات الآن هو وجود انتخابات أو بطاقات بالبريد. هذا لم يحصل بتاريخ أمريكا، لا الحديث ولا القديم، يعني 60 مليون بطاقة. هذا بالطبع كان له المعارضين وعلى رأسهم الرئيس وقتها الرئيس ترامب، وهو قال أنه لا يؤمن أن هذه الانتخابات وقتها كانت شرعية. الآن الأمور تغيرت، ليس هنالك انتخاب عبر الميل، عبر يعني البريد الهائل جدا. هذا يعطي جوا أنه ممكن أن يعترف الطرفان في الانتخابات، ولكن المعارك عمليا هي محلية كما تفضلتم في هذه المدينتان في بنسلفانيا. سجلت السلطات المحلية، ولكن البعض يقول طيب ما دائما هنالك اختراقات، حتى ايام انتخابات بوش وغور في 2000 كانت الفوارق فعلا بعض الالاف، ولكن الجميع انتظر، لم تكن مظاهرات، لم تكن اشتباكات، لا حروب اهليه، اتت المحكمه العليا وهي التي حسمت هذا الموضوع. يعني فريق ترامب هو عنده تراوما من 2020، فريق انا اسميه يعني اوباما هو الذي ينظم، ليس فقط هاريس او بايدن، هو يقول لقواعده اذا لم تنتخبوا باي طريقه سيكون هنالك تغيير جامل لكل حققتموه من قبل.
دكتور وليد، يعني أنا بفهم منك أنه ما يحدث الآن هو وضع الأساس للجمهوريين ولترامب لتحدي النتيجة سواء فاز أو خسر ترامب في مرحلة لاحقة. هذه عمليا نتيجة للمستشارين القانونيين الذين قالوا للقيادة في مارالاغو أنه يجب علينا أن نتخذ الحيطة والحذر ويكون لدينا حركات احتياطية مع يعني مع المسؤولين عن الانتخابات ومع المحاكم. يحقهم في القانون أن يقولوا نحن نطعن، ولكن إذا انتصروا نحن نتراجع عن هذا الطعن. ربما حتى لو انتصروا يريدون أن يلاحقوا من اخترق القانون فيستعملون هذا الطعن. هذا كله قانوني، ولكن الذي يحصل سياسيا أن الرأي العام بات متلبكا. هل هنالك فعلا محاولة للتزوير الوطني القومي أم هذه طبيعية؟ حتى الآن هي طبيعية. من المسؤول؟ هل هي فقط ترتبط بالخطاب اليوم الذي يظهر حالة الاستقطاب، أم هي كما أشرت قبل قليل هي تروما انتخابات 2020؟ تروما موجودة ومعترف فيها ومعروف. أنا لا أعتقد أن الخطابات، هو الإعلام الأمريكي 80% كل خطابات يعني بتخلي الناس تنتقل من ميل إلى ميل. الناس ما نونش يعني سذج أنه خطاب واحد يأخذهم. هذه منظمات تعمل ضد بعضها، يعني هناك يسمى voting organizations، هي تسعى هذه voting organization إلى الوصول إلى الانتصار مهما كلف الأمر. كنتم تفضلتم وقلتم أنه الحزب الديمقراطي ويعني وحملة هاريس كثير يعني منتبهين أنه أن لا يخسروا، وبالتالي يريدون أي شيء أن يفعلوه لكي ينتصروا، وهذا طبيعي في المجتمعات الديمقراطية. طيب دكتور، يعني بفهم منك بأنه هذا ليس مؤشر على فوضى محتملة وأنما قد نشهد معارك قانونية في مرحلة لاحقة. قد نشهد معارك قانونية، أنا أعطيك 110% أكيد سوف يحصل هذا الأمر، ولكن هل هذا سوف ينتشر على كل الولايات وخاصة بالولايات الأربع خمس المتأرجحة؟ ممكن سنرى بعض الظهر اليوم، الساعات تتكلم وصباحا إذا كانت هنالك شكاوى أكثر وكلام من الرئيس السابق ترامب مباشرة ورد عليه، يعني في احتمال أن تتوسع هذه الاشتباكات القانونية. طيب اليوم خلينا ننظر أكثر للخطاب، سواء إذا بدنا نعمل مقارنة بين خطاب الجمهوريين وخطاب الديمقراطيين إزاء هذه المعطيات. عندما يخرج الجمهوريون ويقول بأنه يقولون بأنه متمثلين بترامب اليوم بأنه هناك تزوير أو هناك يعني محاولة للتحايل على عدد الأصوات في ولايات متأرجحة وعدد الصوت فيها قد يحدد الفائز، ما هو المتوقع من أثر ربما هذه الخطابات على الناخب الأمريكي؟ هل ممكن تأثر عليه بشكل أو بآخر؟ استراتيجية رئيس السابق ترامب هي استباقية، يعني هو يقول هو وكان حربي طبعا يقولون أنه هنالك أولا اختراقات، وبالطبع عليهم أن يكون عندهم أوراق لهذا الموضوع ليس تنظيرا، ويبدو أن عندهم بعض الأوراق، ولكن هل هذا يعني أنه هذه الاختراقات سوف تكون شاملة كما ظن الجمهوريون في 2020؟ أنه 60 مليون ورقة هذا بطاقة هذا كبير. من ناحية ثانية الخطاب الآخر للحزب الديمقراطي ربما يأتي عند أوباما أكثر، هو أنه عليكم أن تنتخبوا وفورا وتحشدوا. لماذا؟ ليضرب الخطاب الذي يأتي من عند ترامب الذي يقول هذه مزورة، فيجاوبونهم أنت تريد أن تقوم بإنقلاب، يعني أنت لن تعترف إلا إذا أنت انتصرت. إذا الخطابين لا أرى أنه بإمكان يعني وصول لحل إلا بعد الانتخابات، وربما إذا لم يكن فارق ترامب عالي ستذهب إلى المحكمة العليا سوبريم كورت. طيب يمكن بما أنه عم نحكي عن موضوع الخطاب أيضا، بشكل أو بآخر ما يحدث هو مرتبط بمسألة أو الحديث عن حالة الديمقراطية أو state of democracy كما توصف اليوم في الإعلام الأمريكي وبين الساسة الأمريكيين. إلى أي مدى اليوم فينا نقول أنه سواء الناخبين في بنسلفانيا أو في ولايات أخرى هم معنيون حقيقة بما يعرف بحالة الديمقراطية، أم هي مجرد أيضا يمكن نوع من الدعاية الإعلامية اللي بيشتغل فيها ديمقراطيين مقابل الجمهوريين؟ ما بعرف. الحالة إذا نظرت إلى الشعب بحد ذاته كما قلنا عن السياسة الخارجية 90% مش فرقانة معهم السياسة الخارجية، هذا واقع، يعني رايحين على البوب يوم الجمعة بدهم يشوفوا هاو ماتش ماني عندهم بآخر الأسبوع، هذا الحقيقة الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هنالك النخب في الجهتين التي يعني تريد أن تتهم الآخر بأنها ضد الديمقراطية. صحيح الخطاب الأقوى والمسموع أكثر هو من القيادات الديمقراطية التي تتهم ترامب وتعود إلى جانوري 6 وإلى ما هنالك، ولكن هنالك كلام آخر يصدر من الطرف المؤيد لترامب يقول هنالك مؤامرة للدولة العميقة. يعني الخطابين تشعرين أنه في عندهم نوع من تعبئة للوصول إلى حالة يعني انقباض قانوني إذا لم يحصلوا على ما يريدون.
على كل الموضوع يعني ممكن الحديث عنه بشكل مطول دوما. شكرا جزيلا لك دكتور وليد فارس، خبير السياسات الأمريكية، كنت ضيفي مباشرة من واشنطن. شكرا جزيلا على كل هذه الآراء والتفاصيل. سباق القمة مستمر مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير وبعده تتابعون. 40% من الناخبين الأمريكيين قلقون من احتمالية انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. حاضر بقوة ليس فقط في خطابات المرشحين وفي أوساط كتلة من الناخبين، ملف غزة والحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وصل لاستطلاعات الرأي للوقوف على وجهات نظر الأمريكيين. هذا استطلاع AP نورك يفيد بأن حوالي 40% من الناخبين الأمريكيين قلقين من احتمالية انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط. سألوا المستطلعين من يتحمل المسؤولية بخصوص التصعيد في الشرق الأوسط، 60% حملوا المسؤولية لإيران وحماس وحزب الله. أما 40% من المستطلعين فيعتبرون إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عما يحصل من حرب وتصعيد في المنطقة. نحو 55% من الأمريكيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على إيران، عقوبات يمكن أن تعيق من وجهة نظرهم دعم الجماعات المدعومة منها في المنطقة. نشر قوات أمريكية لمساعدة الجيش الإسرائيلي لا يحظى بدعم كبير بين الناخبين، ويعارض نحو نصفهم هذا الطرح، مقابل 20% يؤيدون نشر قوات في المنطقة لدعم تل أبيب. أيضا يعتقد حوالي نصف الناخبين الأمريكيين أن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وحزب الله، بينما يقول 30% منهم أن واشنطن تستطيع فعل المزيد. لنتحدث أكثر عن كل هذه المعطيات معنا من واشنطن زميلة رنا أبتر، مقدمة برنامج تقرير واشنطن. أهلا بك معنا رنا. تحدثنا قبل قليل بهذه الاستطلاعات التي عرضناها، ربما تزايد المخاوف لدى الناخب الأمريكي اليوم إزاء الانجرار إلى حرب في الشرق الأوسط ومخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط، وكلها ربما بشكل كبير ترتبط بمسألة وجود جنود أمريكيين في هذه الحرب أو انخراطهم في هذه الحرب. كيف اليوم علينا أن ننظر إلى هذه المسألة؟ مساء الخير دينا. هذه هي الكلمة السر التي ذكرتيها، موضوع انخراط أو وجود جنود أمريكيين في المنطقة. بشكل عام الناخب الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية بشكل كبير، السياسة الخارجية ليست على في أولويات هذا الناخب عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع، إلا في حالة واحدة هي الحالة التي نتحدث عنها، وجود أو احتمال إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة. بطبيعة الحال اليوم ما نشاهده في وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي هنا، سلط الضوء بشكل كبير على الأزمة في المنطقة وعلى التصعيد في المنطقة. يعني أتحدث هنا عن أشخاص أعرفهم هنا في الولايات المتحدة منذ فترة، هذه هي المرة الأولى التي أستمع بها من هؤلاء الأمريكيين بأن لديهم اطلاع حتى على ما يجري في المنطقة. إذن هي أكثر من شق، الشق المتعلق أيضا بانتشار هذه الأخبار على وسائل التواصل مهم جدا في استقطاب اهتمام هذا الناخب الأمريكي في الانتخابات الأمريكية بالسياسة الخارجية. لكن دينا هذا لا يعني بأن هذا الناخب عندما يصوت سوف تكون السياسة الخارجية هي التي تحسم قراره، لأن هناك طبعا مواضيع الاقتصاد، مواضيع الهجرة هي التي تتصدر هذه الأولويات، لكن طبعا اليوم السياسة الخارجية باتت مطروحة على هذه الأولويات. يمكن كما قلت رنا، موضوع السياسة الخارجية ووجودها أو طرحها اليوم على طاولة الانتخابات هي مسألة نادرة وقليلة أصلا في الانتخابات الأمريكية، إنما اليوم أيضا يعول الطرفان في بعض الولايات على أصوات العرب واليهود إزاء التعامل مع هذه المسألة. اليوم كيف عم يتعاملوا المرشحين مع هذا الموضوع وما هو المتوقع؟
وهذا أيضا دينا ما ساهم في تسليط الضوء على الأزمة والتصعيد في المنطقة. ولايات مثل ميشيغان ومثل بنسلفانيا، ميشيغان هناك العرب الأمريكيين، هناك المسلمين الأمريكيين الذين طبعا نذكر حركة عدم الالتزام التي ظهرت بشكل كبير في عندما كان بايدن لا يزال هو المرشح الديمقراطي. هذه الحركة لم تختفي، لا تزال موجودة، وهناك الاستياء، هذا الاستياء العميق من فئات انتخابية عدة، من تعاطي وارتباط هاريس، اسم هاريس باسم بايدن في هذه السياسة. ولهذا نرى هذا التركيز الكبير من قبل ترامب تحديدا على هذه الولاية. وهناك أيضا حملات إعلانية انتخابية تتمحور حول وتروج من الجانب الجمهوري بأن هاريس تدعم إسرائيل في ميشيغان. من ناحية بنسلفانيا، لأن الأغلبية هناك ولأن الكثير من الناخبين هناك هم من اليهود، نلاحظ بأن الحملات الإعلانية الجمهورية تركز على العكس تماما، تركز على دعم هاريس للفلسطينيين لوقف إطلاق النار. وهنا طبعا نلاحظ هذا اللعب على الناخبين في هاتين الولايتين المهمتين جدا، هما ولايتان متأرجحتان. في حال طيب خسرت هاريس أحد هاتين الولايتين أو ترامب، ستكون حظوظ المرشحين بالوصول إلى البيت الأبيض صعبة جدا. طب بعيدا عن هذا التلاعب، هل فعلا تتضح اليوم سياسات سواء ترامب أو هاريس إذا التعامل مع هذا الملف، ملف الشرق الأوسط، في المرحلة المقبلة؟ هل يعلم الناخب الأمريكي حقيقة ماذا ستفعل هاريس وماذا سيفعل ترامب؟ لا دينا، سؤال جوهري، والخطة ليست واضحة، لا خطة ترامب ولا خطة هاريس، لأن ليس هناك من خطة ملموسة. اليوم نحن نتحدث عن أحاديث انتخابية، عن وعود انتخابية. ربما الخطة أو الأجندة الأبرز التي رسمت بعض الشيء سياسات غير واضحة، هنا نذكر، هي ما استمعنا إليه في المؤتمر الحزبي الديمقراطي والمؤتمر الحزبي الجمهوري. في أجندة الحزب الديمقراطي هناك ذكر للتركيز على حل الدولتين. في الأجندة الجمهورية ليس هناك من ذكر لهذا الأمر. لكن عندما ننظر في الوقائع اليوم، ما هي الخطة؟ يعني نحن نذكر وقف إطلاق النار، هاريس موجودة اليوم في إدارة بايدن، ولم تتمكن هذه الإدارة من التوصل إلى وقف إطلاق نار في المنطقة. الأمر نفسه بالنسبة لترامب، يعد بأنه سوف يوقف هذه الحرب. كيف؟ ما هي الخطة؟ ليس هناك أي أمر واضح. طيب، قلة من الناس اليوم يعتقدون بأن واشنطن تتحمل مسؤولية ما يحدث، مسؤولية التصعيد والانجرار، احتمالية الانجرار إلى هذه الحرب. البعض يتهم إسرائيل، البعض يتهم الطرف الآخر سواء حزب الله، حماس أو إيران. كيف لهذه المعادلة أيضا أن تنعكس اليوم على الانتخابات وعلى الناخب وخياراته؟ يعني وهنا هذه الأرقام مهمة جدا في الاستطلاع الذي ذكرتيه دينا في المقدمة. هذا الاستطلاع يظهر أيضا هذا الاختلاف بين الرؤية الديمقراطية والرؤية الجمهورية للأزمة في المنطقة. الجمهوريون بشكل عام يبدو بأنهم داعمين لإسرائيل أكثر من الديمقراطيين. نحن نتحدث هنا عن الناخب الجمهوري والديمقراطي وليس عن سياسات الإدارات الديمقراطية والجمهورية، لأن السياسة الإدارات، لنكون واقعيين، هي سياسات داعمة لإسرائيل، داعمة لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها مهما كانت هذه الإدارات، إدارة ديمقراطية، إدارة جمهورية. الأسلحة التي تقدم بشكل سنوي والمساعدات العسكرية لإسرائيل، نحو 4 مليار دولار نتحدث هنا سنويا من مساعدات رسمية أمريكية لإسرائيل، هذا من الجانب الديمقراطي والجمهوري. لكن اليوم ما نلمسه من هذه الموجة، تحديدا الموجة الديمقراطية، هي الشباب، وهذا مرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي. باختصار شديد رنا، إن أمكن، اليوم كيف ينظر الناخب الأمريكي إلى جهود الإدارة ومساعيها السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار في المنطقة؟ وإذا ممكن هذا الشيء أيضا ينعكس على توقعات الناخب بالمرحلة المقبلة؟ وهذا أيضا هناك انشقاق في هذه الرؤية. الجمهوريون يعتبرون بأن الإدارة الأمريكية ألا تقوم بالمزيد، على العكس يقولون بأن الإدارة تقوم بالكثير وتخصص الكثير من الوقت في هذه الأزمة، بينما الناخب الديمقراطي بحسب الأرقام يعتبر بأن على الإدارة أو أمام الإدارة مسؤولية للتوصل لوقف إطلاق نار. إذن هناك هذا الانشقاق الحزبي الموجود حتى في هذه القضية.
بدي أتشكرك جزيل الشكر رنا أبتر، مقدمة برنامج تقرير واشنطن، كنت ضيفتي ومعي مباشرة من واشنطن. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. بحث عمليات الاستلام والتسليم تسير على قدم وساق بين أعضاء من الوكالة الانتقالية الفيدرالية وممثلين عن حملتي هاريس وترامب، وذلك لمناقشة المرحلة الانتقالية وموجباتها في حال فاز هو أو فازت هي في الانتخابات. انطلقت هذه الاجتماعات منذ سبتمبر الماضي بعد تحفظ فريق ترامب على الانخراط بها. وقال البيت الأبيض أيضا إن منسق الانتقال الفيدرالي يعمل باستمرار مع فريقي هاريس وترامب لبحث استعدادات ما بعد الانتخابات وضمان استعداد الوكالات أيضا والفرق الانتقالية لتنفيذ المسؤوليات بمسؤولية وكفاءة. دعوني أخبركم بعد كل ما ناقشناه أن الأمريكيين عموما يصوتون على أكثر من 150 إجراء في هذه الانتخابات، أي أن أصواتهم لا تقتصر فقط على اختيار رئيس أو رئيسة للبلاد. أبرز ما سيصوتون عليه مرتبط بالإجهاض، آلية الانتخاب والاقتراع، طروحات مرتبطة بالاقتصاد والهجرة والجريمة، وكذلك تشريعات مرتبطة بتشريع الماريجوانا. لكن أغرب ما سيصوتون عليه على الإطلاق هو إلغاء العمل القسري من السجون في نيفادا وكارولينا، فسجون هاتين الولايتين تفرضان توظيف السجناء بالقوة لكسب المال، وستحدد أصوات الناخبين إن كان سيستمر هذا الإجراء أم أنه سيلغى. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سباق القمة، تحية لكم مني ومن فريق العمل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.